زار برعيل وزار جوهر وين المزود؟ بس كثير الجبال طبعا عنده إذاعة متنقلة عنده بث مباشر و مجاني مجاني. أنا كنت أتابع رمضان الماضي 10 الأواخر الناس كلهم كانوا يذهبون إلى مكة المكرمة للاعتكاف هناك وهو ذهب إلى روهينجا وكان يعتكف في مخيمات المنزلين الذين أرغموا أن يتركوا بلدهم. الدكتور هاني طبعا شخصيا نحبها كثيرا وتعلمنا على يديها هذا العمل الإنساني. أنا أول محاضرة طبعا التقيت في سابقا لكن أول محاضرة كان في دهات في دبي دبي نعم أظن عام 2004 وكذا تقريبا. أنا تعرفت عليه بصفة مباشرة كان 2004 تقريبا في دهات كان له محاضرة تأثرت بها كثيرا كان عن العمل الإنساني وكان كلها تدور حديث خديجة سيدنا خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إنك إيش حديث إنك لا تسلق الرحم نعم هذا الحديث هذا الحديث كان يفسره كأن الحديث كان جديد علينا رغم أننا تعلمناه ونحن في الابتدائية. فدكتور هاني البنا جزاه الله خيرا رجل غني عن التعريف رغم أنه ترك مهمته ومهنته كطبيب وهاجر إلى العمل الإنساني طبعا وأيضا اشتهر بأنه استلم الجوائز العالمية حقيقة يعني وسام الشرف البريطاني من ملكة بريطانيا أليس كذلك وكذلك عدد من الجوائز العالمية. فدكتور هاني البنا جزاه الله خيرا نحن حقيقة استفدنا منه كثيرا ومؤسس زمزم حقيقة مدينة في كثير من الأمور وتشجيعه وتعريفه بالمؤسسة في كثير من الأماكن. فنرحب دكتور هاني البنا في هذا اللقاء فإن شاء الله تعالى نستفيد منه هذه الساعة من تجاربه وتجواله في العالم إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور. شكرا 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 شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد إن أنا أكون معاكم اليوم وكنت أسعد بكثير لما شفت الجامعة اللي أنتم عملتوها ومصرين على أنها تكون من أحد مشاريع التنمية لتحارب الفقر وتحارب البطالة وتحارب التطرف. خلينا أتكلم معاكم بمنتهى الصراحة. من أنتم؟ سؤال كل واحد فينا يسأل نفسه. من أنا؟ لا 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 لا. من أنت؟ شخصيتك، اعتباريتك، بتعمل إيه في الحياة؟ اسمي علي عثمان مديك كنت اشتغل بالتدريس. من انت يعني عرف شخصيتك من الداخل ايه دورك في الحياه؟ ها انا انسان ها كويس انت ايه انت ملك ولا جني؟ لا لا انا ملك. لا بالحمر خلاص. انت بتعمل ايه؟ كنت دائما اعمل بالتدريس في التدريس التربيه. الان من أنت الآن؟ مربي. خلاص من أنت؟ إنسان يعمل. والله؟ قالوا أيجعل فيها من يسفك إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ مش الملائكة قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى؟ فأنت اللي هتسفك الدماء؟ من أنت؟ أنا هيومن. إيه؟ هيومن. أنا عارفين إنك هيومن. من أنت؟ إنسان يخدم لنفسه ولغيره يعني. كويس. يبقى دي الإضافة. إنسان يخدم نفسه لغيره. إنسان متطوع. إنسان متطوع. إنسان محب للخير ومحب للآخرين. محب للخير. واللي بعدها الأخت ولا مين لا؟ تحاول تثبت نفسها دائما. ها يلا. ها؟ ينفع الآخرين.
ها؟ نافعا لغيره، نافعا لغيره، خادم المساكين، خادم المساكين، اوكي فيري جود. فعل خير مثلا ايه؟ مبادر. شعيب من انت؟ مستخبى يعني مش هنجيبك؟ عمل انساني. اوكي من انت؟ انسان ايه؟ مسكين. اعطيه صدقه، اعطيه صدقه. من انت؟ ها؟ نورمال. بسم الله ما شاء الله. مجتهد. فقير الى الله. انسان يعمل صالح العمل. انسان خلق للعباده. خلق للعباده. ها؟ اين انت؟ انسان مساعد للمحتاجين. محتاجين. محب للاخرين. حب الابداع. خادم الاخرين. نافع للغير. ناخذ ايه؟ الايتام. مسلم. مصلح. انسان يشتغل الخير. ها؟ انسان يشتغل الخير. يشتغل الخير، نعم. يحب الرسالة ويؤمن. يحب الرسالة ويؤمن. عبد امر الله سبحانه وتعالى. كل ده؟ في حاجة أنتم ما حدش فيكم قالها. إيه هي؟ هذا دي أفعلها كده؟ ولا واحد فيكم قالها. واحد، اثنين، ثلاثة. ما لم تقولونه صراحة. أنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تشمل كل ما قلتوه. أنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلفنا بخدمة الشعب الصومالي. هنا مفهوم الايه؟ المسؤولية. أنت لا تعمل هنا لأنك ها تريد وظيفة. أنك تعمل هنا تريد أجرين. أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. فأجر الدنيا نحن مكلفين بدفعه، مفيش مشكلة. أما أجر الآخرة بيأتي بناء على ما فعلت في الدنيا بأجر الدنيا. القائم على الأرملة والمسكين كماذا؟ سوري، القائم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأنتم من هؤلاء. وأنتم من هؤلاء. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو احنا استحضرنا النية وبصينا على اللي احنا بنعمله دلوقتي، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلفنا وينظر إلينا جميعا فردا 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 فردا، ويسعد بما تقوم به، ويسعد بما تقوم به، ويسعد بما تقوم به، ويسعد كل ما تقوم به على مستوى الفردي. فده أصل حمل مسؤولية إبلاغ الرسالة وإتمام المهمة التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان مستخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، فأصبح له أجر صح، وبيت المال وضع له أجر لكي يعيش ها وتعيش معه أسرته. ثم كان عمله الأخروي الدنيوي أنه يخدم المجتمع بتاعه ليل نهار، ليل نهار، لا تعب ولا ضجر ولا شكوى ولا أي شيء. ليه؟ لأن مجهوده كان مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مجهوده كان مرتبط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مجهوده كان خارج من إيمانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مجهوده كان هو جزء من رسالته إن لم تكن رسالته في الحياة كخليفة أو كأمير لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان المجهود بتاعه في خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يريد أن يكمل المهمة التي أنجزها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. هل استشعرنا المسؤولية؟
تعال اقف جنبي كده انا. اقف انت هتقعد ساكت كده وبس وخلاص. انظر لهناك وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليك باسمك ايه؟ عبد القادر. عبد القادر مش غادر. الغادر من غدر. نعم. من غدر يعني حنفي حنفي. حنفي. متميز زي السودانيين. والباغيات الصالحات، خد بالك مش باقيات. السودانيين لك والباغيات. وانت بقول لك عبد الغادر يعني غادر، ربنا مش غادر يا ابني. حنفي يعني اسمه حنفي. حنفي اه ممكن. الاخ حنفي. نعم. انت مصري. شوف انظر كده وكأنك تنظر والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليك ويقول لك يا عبد القادر. نعم. يا عبد القادر أنت مكلف بالخدمة. صح. لهذا المجتمع الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتكليف مش من شعيب، التكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحضرنا بروحه معنا هنا، يحضرنا برسالته، يحضرنا بحبه، يحضرنا بما وضع للإنسانية من حلول إلى الأبد إلى الأبد. فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وخاتم المصلحين الصالحين. هذا هو الذي أنت رسوله يا عبد القادر. قا قا لأول حاجة. يبقى احنا بنتكلم نحن مين؟ من أنتم؟ نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بالرسول أن يحتذي بمن أرسله ومن كلفه بالرسالة، كما قال أخونا شعيب في حديث السيدة خديجة رضي الله عنها حينما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء خائفا مرتعدا يعني مرتجفا يقول لها كأم وكزوجة وحبيبة دثريني دثريني. قالت لا والله إن الله لن يخزيك أبدا، فإنك تقري الضيف وتحمل الكل وتعين المحتاج وتصل الرحم وتساعد على مصائب الظهر. وهذه هي قواعد رسالة العمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذين أنتم مكلفين بالقيام به في أي مكان في الصومال أو خارج الصومال مع أي نوع من أنواع البشر، سواء كانوا على نفس الدين أو غير نفس الدين، على نفس المذهب أو غير نفس المذهب، وهكذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث رحمة للعالمين، وكل عالم لا نعرفه وكل عالم نعرفه. ولم تكن بعثته كسيدنا موسى عليه السلام جاء عشان ينقذ بني إسرائيل من بطش فرعون، وعلشان سيدنا موسى عيسى عليه السلام ينقذ أخراف بني إسرائيل الضالة، وعشان سيدنا إبراهيم اللي هو أبا الأنبياء اللي صدع فقط بكلمة التوحيد لم يبني مجتمع، ولا سيدنا عيسى بنى مجتمع في رسالته، ولا سيدنا موسى بنى مجتمع. سيدنا موسى خرج بالمجتمع بتاعه علشان يبنيه في مكان ما في مكان ما، فالمجتمع بتاعه خذله وعبدوا العجل. وسيدنا نوح ما بناش مجتمع لكن أنقذ مجتمع من الهلاك، فبنى المركب أو السفينة وأخذ من كل زوجين اثنين. لكن الذي بنى المجتمع وأرسى قواعد بناء أي مجتمع في العالم على قواعد ربانية هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. محمد. فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هكذا؟ المشكلة في الصومال مشكلة مش سهلة لكنها سهلة. مشكلة مش معقدة لأنها لو أنها مش معقدة. في عندنا مشاكل أمنية وعندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل في التعليم وعندنا مشاكل في الصحة وعندنا مشاكل في المياه وعندنا مشاكل في الجفاف وعندنا مشاكل في السيول، ها إلى آخره إلى آخره. الجبل اللي أمامنا مبني من الحصى، والأنهار مبنية من قطرات المياه بتاع المطر، وكذلك المحيطات. وكل مشكلة ليها حل. ما في مشكلة في الدنيا ملاش حل، لكن علينا أن نتكاتف ونتنازل عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية من أجل إيجاد حل للصومال، فتكون الصومال هي ديدننا اللي احنا عايزين نقف عشان نساعده. احنا خرجنا من فترة صعبة
واصبح دلوقتي عندنا فتره اقل صعوبه، فلابد اننا نحمد ربنا على اننا دلوقتي بننتقل من مرحله الى مرحله. اهم شيء في المرحله دي، اهم شيء في المرحله دي اننا نتكامل ونتشاور ونتكامل ونتعاون ونتواصل مع بعضنا البعض، ولا يستأثر احدنا بشيء، ونكون ناصحين للمجتمع ونكون ناصحين لاي حكومه من الحكومات. لان ارض الصومال من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها هي لكل صومالي. كل صومالي له حق العيش الكريم داخل هذه الارض، وانتم كرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتكم ان توفروا هذه الحياه الكريمه لكل صومالي، وان ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين. الوعي يختلف عن التعليم، ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين، وان تبنوا صومالا قويا، وان تبنوا مؤسسات مجتمع مدني قويه، وان تبنوا تحاولوا مساعده الدوله في بناء مؤسسات دوله قويه. ما في دوله تستطيع ان تستقر بدون ان يكون لها مؤسسات قويه ومستقله. وانتم كمؤسسه كبيره من حقكم على الشعب ومن حق الدوله عليكم ان تساعدوها بما عندكم من امكانيات بشريه او امكانيات فكريه او امكانيات ثقافية، أن تبني مؤسساتها. بناء المؤسسات حاليا أهم شيء في استقرار الدول واستقرار المجتمعات وبناء الاقتصاد اللي بنتكلم عنه. يبقى التكامل والتواصل والتعاون والشراكة وبناء الحوكمة الرشيدة لكل جمعية من الجمعيات. ولا نقل نحن زمزم، الفلوس اللي عندنا مش فلوسنا، فلوس مين؟ فلوس مين؟ مساكين. فأنا أجير عند الفقير، أنا أجير عند الفقير، وأن نحن جميعا أجراء عند الفقراء. فحينما نستحضر مسؤولية كوننا رسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نستحضر أيضا مسؤولية أن ما ننفقه من مال على حياتنا وأولادنا إلى آخره هو الذي يعطينا إياه الفقير والأرملة والمسكين، لكي يكون لك رؤيتين: رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تستحضره معك وكأنه هو الذي كلفك بأن تكون رسولا له في هذه الأرض، والرؤية الأخرى أن ترى المسكين واليتيم والفقير والأرملة إلى آخره هم الذين يدفعون مرتباتنا، لأن كل الأموال اللي بتأتي هنا تأتي من أجلهم، وما نحن إلا أمناء مستأمنين على هذه الأموال. ده دورنا. يبقى أنا اتكلمت عن من أنا، وكلمت عن من يدفع لي مالي اللي هو اليتيم، وكلمت عن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت على دوري في الرسالة المتكاملة اللي احنا بنتكلم عنها، ودورنا في بناء وطننا الصومال. لابد أن نتكامل، لابد أن نثقف القبائل ونثقف العرقيات وثقف كل التشكيلات دي كلها انهم يعملوا من اجل صومال واحدة. الصومال اغنى منكم جميعا بكل مواردها الطبيعية، سواء كانت داخل بطن الارض او فوق سطح الارض، بكل مياهها، بكل انهارها، بكل مناخها، هي تكفي الصوماليين واكثر من الصوماليين. قد تصبح في يوم من الايام سلة غذاء للمنطقة كلها، سواء كان في جوبا، نهر جوبا او نهر شبيل. لكن لابد نقعد مع بعض كيف نبني سدا، فكيف نصلح اللي انتم بتسموه ايه الحواجز المياه، بتسموه انتم بالصومالي ايه؟ يعني سد، اللي هي البوابات. بيو حريم. ها؟ بيو حريم. ها؟ بيو مياه. فاهمين؟ اللي هي انا مسميها في مصر الهويس، اللي هي البوابات. ايوه السدود. ليه؟ لان كل سنه يا شباب بتروح مننا بليون بلايين الامطار المكعبه على فين؟ على المحيط، على المحيط كل سنه. انا جيت هنا في 2016 و2017 و2018 واليوم، واحنا كنا من كام يوم في حته اسمها ايه، لا شابيل جروي
قروي فيضانات في نفس الوقت الناس بيقولوا احنا عندنا جفاف وبعد شهر هتبقى كده. فيبقى احنا عندنا رؤيه ازاي نحجز الميه دي ما تروحش للمحيط. نحجز الميه ما تروحش للمحيط. مش هينفع نقدر نحجزها الا لما نتكاتف مع بعض. تقعد الجمعيات الصوماليه تضع رؤيه، الحكومه تضع رؤيه لكيف نحجز هذه المياه اللي بتهدر في المحيطات كل عام. لو احنا حسبنا كميه الامطار المكعبه التي اهدرت في المحيط الهندي في الاربع سنوات الماضيه تطلع تريليونات، مش بليونات مش بلايين، تريليونات من الامطار المكعبه الكافيه لاغراق الصومال كلها من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها. لكن بدون وجود رؤيه لينا وبدون التكاتف لن نستطيع. اول زياره ليا في الصومال كانت سنه 2005 انا رحت عند قروي بونتلاند، نو قروي في بونتلاند. كان في حوالي 8 او 7 وزراء تعليم والصحه والقانون وكذا وكذا وكذا، قعدنا مع بعض كده في غرفه واتكلمنا، كل واحد كان بيتكلم على الوزاره بتاعته، انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز كذا. ساعتها انا ما زلت اتذكر اللقاء ده، قلت لهم انا معيش الا 100,000 دولار او 100,000 جنيه وعايز مشروع واحد فقط، مشروع واحد فقط، مشروع واحد فقط، فما هو المشروع؟ اتفقوا عليه. قالوا المياه. كل تنازع عن الوزاره بتاعته سواء كان الصحه او التعليم او القضاء او كذا كله تنازع، لانك قال لك الميه ليا وللحيوان وللنبات. فيما بعد نستطيع نعمل مجتمع. مجتمعنا مجتمع زراعي ومجتمع رعوي. اوعى حد يضحك عليكم هاو يخرجكم من الرعي والزراعه في الان، لان هي دي قاعده الاقتصاد اللي كل مواطن صومالي ممكن يعملها. في مرحله معينه لابد انك تبني الاقتصاد من تحت لفوق، من تحت لفوق، وعشان نبنيه لابد يكون عندنا اول شيء من بات امنا فيه سربه يبقى الامن، والايه والمكان اللي هنعيش فيه معافى فيه بدنه يبقى الصحه، عندها وقوت يومه الاكل بتاع كل يوم، كان كانما حيزت له الدنيا صلى الله عليه وسلم قال. يبقى الامن والسكن والصحه والغذاء والغذاء. مره كان الشيخ القرضاوي ربنا يديله الصحه بيحكي قصه كده عن الفقر وتاثير الفقر على العلماء، تاثير الفقر على مين؟ على العلماء مش علينا احنا هنا. فالشيخ قاعد بقى في المسجد كده وبيتكلم وعنده 50 مسألة فقهية و20 مسألة شرعية ومش عارف كم مسألة حديثية إلى آخره، وقاعد بقى منشكح يعني مبسوط. فدخلت عليه الجارية قالت له كده في ودنه يا شيخ، قال لها نعم، قالت له ما عندناش أكل في البيت. تعرف قال لها إيه؟ قاتلك الله لقد أطرت مئات المشاكل أو المسائل من دماغي. خلاص البيت ما فيهوش اكل، بيت ما فيهوش ذره، بيت ما فيهوش سرجم، بيت ما فيهوش دقيق، ما فيش عيش، ما فيش رز، ما فيش حاجه. قاتلك الله لقد اطرت كل هذه المسائل من مخي. فاول شيء لابد توفير الغذاء والمياه، ولا تجعلوا احدا يخدعكم بشيء اخر. وده اللي موجود تحت رجلينا، وده اللي ممكن كل فرد من ابناء الشعب الصومالي يقوم به، الزراعه والمرعى والماء الصالح للشرب. فانتوا حاليا كمؤسسه لابد جميعا نتكاتف على بناء هذه المشاريع التنمويه. نخرج ونقول لكل المؤسسات الدوليه الكبيره كفانا اكل، كفانا توزيع اكل، كفانا 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 كفانا، هيا بنا ننمي مجتمعنا ان كنتم انتم عندكم النيه لانماء المجتمع الصومالي، ان كنتم عندكم النيه لبناء المجتمع الصومالي، إن كنتم عندكم النية لمساعدة المجتمع الصومالي للخروج من الجفاف إلى الري، ومن الجهل إلى التعليم، ومن المرض إلى الصحة، لابد أن نبني المجتمع هنا من خلال مشاريع تنموية. قاتلوا على التنمية. إحنا لا نريد أن نكون مستجدين. شحاتين يعني، مش صح كلمة شحاتين عندكم موجودة؟
لا احنا مش حاطين، احنا عندنا لابد يكون عندنا كرامة وعزة نفس، ولأننا عندنا قدرات، قدرات فكرية، قدرات بشرية، قدرات ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا في الأرض اللي احنا عشنا عليها، نستطيع أن ننميها، ونحن أحسن الناس القادرين على إماء الموارد الموجودة في الصومال. لو استغلنا فقط في صيد الأسماك وتكفيف الأسماك أو تعليم الأسماك لأصبحت الصومال من أغنى دول العالم. الأسماك فقط، في الأسماك فقط، ومحيط أول، وعندنا الشاطئ بتاعنا طوله قد إيه؟ كم طوله؟ كم كيلو؟ 3000 أكتر 3000 كيلو، 3600 كيلو. تخيلوا يا شباب 3600 كيلو، لو في كل كيلو في كم ألف سمكة؟ وكم ألف حوت؟ وكم ألف جمبريايا؟ وكم ألف استاكوزا؟ وكم ألف مش عارف كذا وكذا 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 وكذا؟ يعني انتوا تاني اكبر ساحل على المحيط بعد جنوب افريقيا. جنوب افريقيا لنا سبعة عاملة كده اهو، انتوا عاملة كده. موقعنا الاستراتيجي، مناخنا، الواحد بيدور على مناخنا جميل، في جو عليل، بيقول لك الماء والخضرة والوجه الحسن. انا لقيت الاثنين الاولين، وانت بقى انت الوجه الحسن، بس عايز تبقى يكونك شعر كده. ها 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 فلذلك لو احنا عرفنا قدراتنا سنستطيع ان نبني اوطاننا. لو عرفنا قدراتنا سواء كان بشريه او خارجه كهبه من الله سبحانه وتعالى لنا، سنستطيع ان نبني اوطاننا. ننظر على اقتصاد الصومال من 50 سنه او 60 سنه او 70 سنه او 100 سنه، كيف عاش هؤلاء الناس وصنعوا الامجاد، كيف عاشوا وكانوا يرسلون المساعدات لدول هي الآن ترسل لنا المساعدات ونحن نستجدي منها، كيف عاشوا وبنوا ها التكايا في الحجاز، مش دي أراضيكم ودي أموالكم؟ دول مين؟ دول هم أبائنا وأجدادنا اللي كانوا وثقوا في أنهم يستطيعوا أنهم يبنوا الصومال من الداخل، وثقوا ووثقوا في أنفسهم أنهم عندهم رسالة. ما هناك كان بتطلع من الصومال مش بتيجي للصومال، ما هناك بتطلع منين؟ من الصومال مش بتيجي للصومال. فانتم الان، وانا سعيد جدا يا اخ شعيب ان يمكن 50 أو 60% من الموجودين شباب تحت 70 سنة. لا لا شباب شباب يعني شباب شباب يعني، وعايز برضك تجيب الشابات، لان المرأة ليها دور مهم جدا في المجتمع، والشاب ليه دور مهم في المجتمع، والحكيم ليه دور مهم في المجتمع، فانت حكيم الزمان. ها؟ صح، أعرف كثير من الأجيال السابقة كثير. عندنا نستحكمك بحكمك وبأقوالك الرشيدة لتعلم الشباب، زي الأخ الأخضر ده، شوف ده صغير زي، عايزين نكبره ونجوزه. متجوز ولا لسه؟ متجوز؟ لسه. مارد؟ مارد؟ أر يو مارد؟ خلاص يعني ستاند أب تو أول ذا فاذرز لوك أت هيم. وكان جيف هيم وايف ها تونايت. الزواج هنا مش غالي. ايه الزواج هنا مش غالي يعني رخيص. الزواج لا غالي. الزواج بناء. بناء ايوه. يعني احنا عايزين نجيب مع اخت تبني مع المجتمع، يعني اهم وحده في بناء المجتمع هو الزوج الصالح والزوجه الصالحه. اكثروا من الشباب يا شعيب، واكثروا من الشابات، واخرجوا للمجتمعات، وصلوا ليها يا رجالة. قعدة المكاتب بتمرض. The more you sit in the office the more you become sick. سامع يا شابة؟ قال جلوس في المكاتب يمرض. يمكن كان شعيب بيقول أنا بسافر، أنا بسافر علشان أنظف الحاجتين. أول حاجة أنظف نفسي من إيه؟ من الفكر المغلوط اللي انا قاعد في المجتمعات اللي انا فيها، بنظف كل الايه الذنوب اللي عندي بره، واخد بالك؟ نمره 2 بتعلم، واهم تعلم منكم انتم، يعني اكتر واحد مستفيد من الرحله دي هو انا، لان انا اتعلمت من الناس ازاي عايشين، من المعاناه بتاعتهم، من امكانياتهم الى اخره، عشان اصبح احاول ان انا اتحدث باسمهم. يبقى اول حاجه اني بنظف نفسي، تاني حاجة بتعلم، تالت حاجة
بحمد ربنا سبحانه وتعالى على أنه لم يمتحني كما امتحن هؤلاء الناس. امتحان الخير والشر فتنة، صح؟ فالواحد كل لما يشوف الناس دائما كانت والدتي تقول لي الله يرحمها، يا ابني اللي يبص اللي فوق لفوق كده رقبته توجعه، صح؟ اي انت بص لفوق مش تبعك، لكن احمد ربك. ودايما خالد الفقراء كانت تقول لي كده، خليك مع الفقراء ما تروحش مع الاغنياء. لما تروح مع الاغنياء هتحس ان انت قدامهم فقير. طب انا عايز بنطلونين، بنطلون واحد، عايز يكون عندي عربيه، عايز يكون عندي مش عارف كذا كذا كذا. فانت يا ابني خليك مع الفقراء، وعمارات طويله وعمارات طويله الى اخره. ربنا فددت النقطه الثالثه، ان الواحد يحمد ربنا على اللي عنده، انه عنده سقف يعيش تحتيه، عنده امن، عنده امانه، عنده حتى اكل، مش اكل بس يوم واحد، اكل شهرين في الثلاجه، ونجيب الاكل ونخزنه، صح؟ وبعدين يمكن العيال الصغار لما تيجي نص الاكل بترمي في الزباله. وانتم شايفين الاهدار في بعض الدول الغنيه اللي هي من العالم الاسلامي في رمضان وغير رمضان وفي الافراح الى اخره، كم الاطنان من الاكل اللي لو وزعت على الفقراء هنا هو مال هتغنيهم. فده النقطه الثالثه. سمعت برنامج اه يعني من بعد يقول مثلا الاسيويون من يعني برنامج سمعته اه يقول لا ما تقولش اسماء دول. ايوه الناس الناس يرمون يعني أكل. ايوه اكل جاهز ايوه كويس يعني اللي احنا مش لاقيين ناكله. يكفي يعني شعب الصومال وشعب شفت بقى البيرمون وشعب الرونكا وشعب اليمن. جزاك الله خير. يعني هو بيتكلم على كميه الاهدار بتاعت المال بتاعت الطعام، حفلات والافراح والاعراس وكذا. انا عارف. نعم نعم انا بس مش حكاوي مش هتطول عليكم، علشان لو انتوا عايزين تسالوا بعض الاسئله واخدين بالكم. انا اهلا وسهلا، انا جاهز وانا مش تعبان، انا فرحان، وكل ما بتكلم معاكم بفرح اكتر. بعد كده حد يعرف زغرت؟ زغرت زغرت زغروطه لا 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 تعرف زغرتي؟ ابدا غلبانه دي. هنجيب لك عريس يكون بيزغرت. اي اسئله من الشباب انا جاهز. يلا حد يقص الشريط كده. اي سؤال، سؤال محرج ما عنديش مشكله. قولي مثلا انا متجوز خمس ستات ولا عشر ستات او حاجه زي كده. خمس لا يجوز. ها؟ خمس لا يجوز. ما اسالني سؤال محرج. تفضلوا. تفضل. عشان انا اشوفك وافرح بيك. جزاك الله خير دكتور احمد. انا عندي سؤال، الموضوع كان يدور العمل الانساني. نعم. يعني ما الفرق بين العمل الانساني والعمل الخيري؟ هو طبعا كل الانساني والعمل الخيري. طيب. هو للأسف كل التعريفات اللي موجودة في القاموس حاليا هي تعريفات جاية من الغرب. العمل الإنساني اللي هو العمل اللي هو الإغاثي دلوقتي، كان زمان اسمه ريليف اند إمرجنسي، عملوا اسمه هيومانيتيريان. في الماضي من 30 سنة لما بدأنا احنا في العمل كان اسمه هيومانيتيريان، كان اسمه ريليف اند إمرجنسي. عند العرب في لغتهم من العمل الإنساني وكل عمل يخدم الإنسان بما فيه التنموي، ما فيه التأهيلي، ما فيه التدريبي. احنا مشكلتنا اسمك ايه؟ عمر. عمر سيد عمر، سيدنا عمر. احنا مشكلتنا يا سيدنا عمر ان احنا ما حطيناش تأصيل وتعريف للمصطلحات الإنسانية. فبنتبع المصطلحات اللي جاية لنا، هم الناس اجتهدوا. ما بنقولش الناس دول وحشين، لا اجتهدوا. لكن فهمهم لكلمة إنسانية كان حصل نقاش كبير جدا بيننا وبين اللجنة الدولية للتدريب الأحمر في تعريف كلمة إنسانية. إنسانية تقول لك كل ما يمس الإنسان في أي مجال، حتى ممكن يخش فيه الحيوان والطير، لأن هو دول كلهم بيستنفع منهم إيه؟ الإنسان. أما كلمة إنسانية في العمل في المصطلح الحديث في القاموس الغربي هي اللي هي حاليا بنسميه العمل الإنساني اللي هو العمل الإغاثي. العمل الخيري اللي هم بيصنفوه دلوقتي اللي هو عمل اللي هو التقليدي الخدمي في المجتمعات، يعني زي كفالة الأيتام،
توزيع الحصص الغذائية، توزيع الملابس، الحاجات دي كلها. فالناس يا أخ عمر بيصنفوا على قدر فكرهم وفهمهم للمصطلحات. أنا هقول لك حاجة يا أخ عمر، صلي على النبي. والسؤال ده ليك كلكم لأنه تحدي، لأنكم رضيتوا أنكم تكونوا إيه؟ رسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد كلمات أو مستخرجات اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الروسية؟ من عنده الإجابة؟ أقولها تاني، كم عدد كلمات ومستخرجات اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية واللغة اللي هو الروسية؟ يعني؟ ها؟ لا لا لا، عامة الكلمات كلها، لا الكلمات والمستخرجات، كلمات والمستخرجات. اللغة الروسية تفضل. انا اعتقد ان اللغة العربية اكثر، بس احنا عندنا عدد، ما انا عارف ان اكثر، لا استطيع ان احدد، لكن يعني بصفة عامة اللغة العربية هي اكثر يعني عددا من اللغات العالم كله. طيب اغنى لغة يعني. انا مش مختلف معك. اللغة الروسية 130,000، 130,000. اللغة أنا لا ما أخش في الصين، ما جبت حاجاتك بعدين، محاضرة جاية. وبعدين اللغة اللي هو الفرنسية 160,000. وبعدين اللغة الإنجليزية 600,000. أما اللغة العربية ف12,200,000. شوف الفرق قد إيه. حتى لو أنت جمعت ثلاث لغات دول على بعض مش هيطلعوا مليون. فاحنا بنهمل كنز من كنوز اللغويه اللي بتؤثر لنا الاعمال في كل مجال وفي كل مكان. لذلك لما ترجع يا اخ عمر انت بتتبع ناس ربنا اكرمهم جزاهم الله خير انهم اجتهدوا، لكن فكرهم محدود في اللغويات بتاعت اللغه بتاعتهم، وانت بتهمل لغتك اللي فكرها مش محدود. وده التحدي، ده التحدي. وانا هقولها كلمه تانية، ما فيش شيخ يجي يقول لنا انا شيخ وحافتي من غير ما يعرف لغه عربيه. قول له انت فنكوش، تقول لي صومالي، اقول له مش عايز. لا يجوز ولا يجاز مفتي بدون لغه عربيه، ولغه عربيه باستنباطاتها واستخراجاتها، مش لغه عالميه. لا دي مش دي بتاعتنا، دي لغه العام. لا ده هو صفه من صفات او اساس من اساسيات انك تصبح عالم او محدث او مفسر او فقيه. ليس استعلاء ان انا بعرف اتكلم عربي، لكنها اصول من اصول العلم الشرعي في الاسلام. شكرا يا اخ عمر، تفضل. مش حرام انت تتكلم، انت خلاص انت الباغيات ولا انت عبد الغادر؟ تفضل عبد الغادر. العمل الاسلامي الانساني عايز اسالك، يعني عندك خبره كبيره جدا حول العمل الانساني، هل فيه اولويات في العمل الانساني؟ مثلا عندك $100 او $5، وجدت اسره مسيحيه واسره مسلمه، من تبدا يعني؟ هتدخلني الجنة ولا هتخلي الناس طيب أولويات أي عمل في العالم تبنى على احتياجات الناس الموجودة، يعني الأولوية بناء على حاجة. لو المنطقة دي محتاجة مية يبقى الأولوية مية، محتاجة تعليم يبقى الأولوية تعليم، محتاجة أمن يبقى الأولوية أمن، محتاجة زراعة يبقى الأولوية زراعة، وهكذا. قبلك وهكذا. لما نيجي في مجتمع ما وفي مسلم ومسيحي، في العمل الإنساني اللي هو العمل اللي فيه إغاثة، لا أفرق بين الاثنين، لا أفرق بين الاثنين أبدا. بالعكس، إحنا من أجمل الأشياء اللي حصلت في شيشان للإغاثة الإسلامية في عام بعد الحرب الثانية في سنة 2000، إن كان في امرأة روسية مكسوفة تيجي تاخد لحوم الأضاحي، إنها مش مسلمة. كنا احنا بنحول لحوم الأضاحي للسجق والمرتدلة والحاجات دي كلها.
فقعد كده على استحياء تقول لنا يعني ممكن انا مش مسلمه زيكم وبتاع ده. فده الاخ زي ما ادى المسلمين بالظبط، ده ما ادى المسلمين، في كل كبد رطب صدقه، كل كبد رطب. وخلي بالك لو انت اسعدت الاثنين ربنا هيبارك لك في العمل بتاعك اكتر، خبرك، لان الاثنين هيكونوا مجتمع. انت عايز عملك يا اخ عبد القادر يربط المجتمع من تحت ببعضه. لو غير المسلم وجد فقط انك بتدي للمسلم هينعزل عنك، هيبتدي الظن وسوء الظن والكره الى اخره الى اخره، ويبتدي يخترق من ناس اخرين. فلابد ان نوازن ما بينها، حتى في الزكاه، في الزكاه فيها في سبيل الله، فيها المؤلفه قلوبهم، مؤلفه قلوبهم. فتوى الشيخ شعراء الشيخ القرضاوي الله يمسيه بالخير يعني قال لك حتى ولو لم يرجى اسلامهم، لان انت بتؤلف القلوب مش بتقحم الناس على دخول الدين. اقحام الناس على دخول الدين ده يعتبر جريمه ضد الانسانيه، لان انا فقير انا محتاج انا كذا انا كذا انا كذا. وكل انسان بيفرض على الناس دين من اجل الطعام هو بيرتكب جريمه ضد الانسانيه. لكن لابد احنا نؤلف زي ربنا سبحانه وتعالى قال في القران في سوره التوبة والمؤلفه قلوبهم، يعني على الاقل ما بقاش عدوك، وده ليه سهم، سهم داخل الزكاه مش سهم داخل الصدقات والهبات الى اخره. تفضل تعالى جنبي هنا، اسمك عمر انت كمان برضك ولا اسمك ها ولا عبد القادر؟ عمر. عمر والله بقول لكم عمر ولا ايه؟ الله العظيم سيدنا عمر عدى عليكم كتير يعني. اتفضل. بسم الله. ازيك الله خير دكتور. يعني كنت عايز اسالك في العمل الانساني يعني هنا او في اي بلد، في يعني يصنفوا على الايات من دول العالم الاسلامي والحياه الغربيه، بيسموا تريديشنال دونرز نون تريديشنال دونرز. يعني ايش رايك يعني معتبرين تقليديين ومعتبرين غير تقليديين؟ التقليدي يعني. مين التقليديين؟ التقليديين هم الغرب يعني، والغير التقليديين هم العالم الاسلامي. يعني يعني هذه اللي بتصور انه الدول الاسلاميه والمسلمين يعني مش يعني ما كانوا شغالين في العمل الاسلامي، ايش سبب هذا؟ شكرا. انا عشنا ده برضك نرجع لنفس الموضوع بتاع الاخ عمر اللي هو التسميات. من الذي يسمي التسميات؟ هو الذي تقدم بالعمل واصبح يكون بحوث واصبح يكون اوراق بحثيه. هم لقوا ان في الماضي ان اغلب الفلوس اللي بتروح للامم المتحده واغلب المؤسسات الكبرى اللي هي المؤسسات الغربيه الانسانيه، جزاكم الله خير، احنا كمؤسسات اسلاميه او كدول اسلاميه لا نعلن عما نقوم به، لا ندخل في المحافل الدوليه، لا نعطي تقارير، نعطي تقارير للمؤسسات الامميه نقول لهم احنا السنه دي كدوله اكس المنطقه العربيه الاسلاميه طلعنا مليار او 2 أو 3 مليار، التانيين بيطلعوا 100 مليون و50 مليون وبيكتبوها، انت ما بتكتبش. فذلك هم نفسهم تقليديين وانت لسه جاي جديد، بالرغم ان انت بتعمل بالظبط كما يعملون. مشكله مش عندهم، مشكله عندنا احنا. مشكله الامم المتحده وما عندها التقارير، احنا بنمناش التقارير بتاعتنا وندخلها في المنظومه متابعه الاعمال اللي احنا عملنا بيها. يعني شوف كم مره الدول العربيه تبرعت في خلال 7-8 سنين دول لسوريا، والى الان في بعض الدول مش محطوطه على الخريطه لانها بتتكسل او كذا او كذا، بدون ذكر اسماء الدول. كم مره من الدول المسلمه تبرعت للسودان للصومال في 30 سنة اللي فاتت، ها، ومع ذلك مش مكتوبه، لكن مكتوبه عند الامم المتحده اللي هم الناس اللي بيكتبوا. انت لما تخش مكان بتمضي، انا دخلت مكان ما مضيتش عارف انك دخلت. فالمشكله مش عند المؤسسات الامميه، المشكله عند الدول العربيه والدول الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه اللي مش بتخش وتنخرط في مثل هذه المجتمعات. احنا سجلنا الاغاثه الاسلاميه في الامم المتحده، تعرف من كم سنه؟ من 26 سنه 1993 وخدنا اللي هو صفه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي
فعام 2001 في سبتمبر 2001 يعني بعد تفجيرات سبتمبر بحوالي 3-4 أسابيع أو أسبوعين أو 3 أسابيع مش 3-4 أسابيع خدت بالك؟ فأنت اسعى والأبواب مفتوحة، أنت ما بتسعاش ما بيتكلموش عنك، ما بتحطش تقارير ما بيتكلموش عنك، ما بتلتقيش بيهم ما بيتكلموش عنك، ما بتعملش أبحاث 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 ما بيتكلموش عنك. لأن الغرب والمؤسسات الأممية الكبيرة هي مؤسسات حكومات تؤمن بالأرقام وتؤمن بالأبحاث وتؤمن بالأوراق اللي بنقدمها اليوم تقريبا. يا شباب مين تاني؟ تفضل. نشكر الدكتور هاني جزاه الله خيرا، هو خبير في العمل الإنساني لذلك كل ما يطرأ علينا من سؤال حول العمل الإنساني. طبعا العالم الآن يعاني من عدة مشاكل، العمل الإنساني عمل شريف ويعني هناك عدة يعني دول وهيئات كبيرة تهتم بالعمل الإنساني، لكن هناك تهمة يعني أنا أريد بالتحديد كيف نستطيع نفرق يعني العمل الإنساني وتهمة الإرهاب. يعني هناك مؤسسات كبيرة يعني عملاقة كانت يعني تعمل في مجال العمل الإنساني بسهولة يعني يتم لصقها ب يعني شيء من هذه التهمة وتختفي. فكيف نستطيع أن يعني ندافع وكيف نستطيع أن نبعد العمل الإنساني عن تهمة الإرهاب؟ نعم، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. ده استكمالا لإيه؟ للمشاركة في المجتمعات الدولية، استكمالا للانفتاح على الجميع، استكمالا لبناء الشراكات اللي عم نتكلم عنها. علشان كده لما كلمت أنا قلت لك من سنة 1993 أخذنا التصريح إن نكون عضو في اللجنة مجلس الشؤون الاقتصادية للأمم المتحدة. أنتوا خطوها ولا لسه؟ مجلس الاقتصادي خطوها؟ مجلس الكوساك لابد تاخدوه، مجلس الاستشارة الاقتصادية للأمم المتحدة، لأنها بتفتحك على كل المحافل اللي بتنظمها الأمم المتحدة في السنة. مش عايز فلوس ولا حاجة. احنا بنعيش في حاجة اسمها عصر الإسلاموفوبيا، بنعيش في حاجة اسمها عصر ان الايه، ان اصبح في شريك جديد انساني اسلامي، بعض الناس بيحبوه وبعض الناس ما بيحبوهوش. بنعيش في عصر ما بعد سبتمبر 11 سبتمبر اللي هو بيتهم هذا الفصيل من العالم انه ارهابي او انه متطرف او انه صدامي الى اخره. فاهم شيء بنعمله اننا ننفتح، نمره واحد، يكون عندنا في الداخل حوكمة رشيدة، ما يكونش عندنا في الداخل تبعيات سياسية او تبعيات دينية لتشكيلات دينية مختلفة، لان دي بتخلي الناس يبصوا لنا نظرة مختلفة. لا نخلط الاوراق ما بين العمل الانساني والعمل غير الانساني اللي جزء منه العمل العسكري. يبقى احنا اتكلمنا عن السياسة وعن الدين وعن العمل العسكري، زائد اللي هو الشفافية في صرف الاموال. انا جيت اصرف اموالي في بلد زي الصومال، صعب تحويل الاموال وصعب صرف الاموال وصعب متابعة صرف الاموال، لابد يكون عندي شفافية مالية غير عادية، شفافية مالية غير عادية من البنك في لندن الى المستفيد في كسمايو او الى اخره. شفافية شفافية شفافية، حتى لو اخطأت لابد ان انا اخطأت. اديكم مثلا من امثلة اوكسفام في 2010 لما حصل قصة الدعارة في هايتي وطلعت الفضيحة، قدموا تقرير للتشاريتي كوميشن. التقرير ما كانش كامل لكن قدموا تقرير، قدموا تقرير وفضل التشاريتي كوميشن ما ردش عليهم. لما حصل الفضيحة السنة اللي فاتت قالوا احنا قدمنا تقرير من 10 سنين 8 سنين. فكل انت عندك خطأ تخطئه ما تقفلش عليه، تفتح الباب وتقول انا اخطأت، اللي يقول انا اخطأت احسن من اللي ايه يكتشف ان انت اخطأت. يعني لا تجعل الاخر يكتشف خطأك، سارع باصلاح خطأك بدل التانية. يبقى انا كان الحكمة الرشيدة الشفافية، ابناء اللي هو الاشتراكات والعلاقات مع الاخرين،
بناء الشراكات والعلاقات مع الآخرين. ما حدش من الناس دول هيدافع عنك إلا لما يعرفك. ما فيش حد هيدافع عنك عشان أنت مثلاً بتعيط أو بتقول كلمة حلوة، لا. ما فيش حد هيحط يعني الحاجة اللي أنقذت بعد فضل الله سبحانه وتعالى الإغاثة الإسلامية في 2001 في بريطانيا. لما حصل أحداث 2001 كان بتحصل فيه لقاءات خاصة لم تكن تدعى لها الإغاثة، لكن كان احنا بنينا علاقة مع حاجة اسمها كافرد اللي هو المؤسسة الكاثوليكية كاثوليك كافرد للتنمية تبع اللي تبع اللي هي الكنيسة الكاثوليكية وتبع روما. بنيناها من امتى؟ من 1998، يعني الناس عرفونا وقوم زارونا وكذا 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 الى اخره. فلما بدأوا يتكلموا في الجلسات الخاصة بتاعتهم قالوا لا احنا عارفين الإغاثة الإسلامية، لازم الناس تعرفك، لازم الناس تعرف ليه، لان الجو اللي احنا عايشين فيه انت متهم الى ان يثبت العكس. وللاسف بعض او كثير من الدول اللي هي تعتبر عربية او اسلامية بتتهمك نفس التهمة، نفس التهمة. في امر ثاني عندك تمثيل النساء والشباب في المجالس اللي بتاعتك او في المستفيد اللي هم الموظفين. يبدا بعض المؤسسات الاماميه تقول لك لا دول مؤسسه ذكوريه، حط عليها علامه استفهام. فلا بد يكون في توازن عشان نجيب مثل هؤلاء الناس مع الشباب اللي هم يعتبروا جزء، سواء كان بنات او شباب كانوا جزء من النسيج المجتمعي بتاعنا. انا اديكم مثل على عدم مشاركه المراه. رحنا مره منديرا، منديرا تبع مين اللي ساكن فيها؟ كلكم صوماليين في كينيا صح؟ الكلام ده مش عارف 2005 او حاجه او 2006. الارض هناك حمراء حمراء حمراء، واحنا ماشيين كان العربيات ما فيهاش تكييف، فاضطرنا نفتح الايه شبابيك، فالتراب الاحمر جه على وشنا وعلى دقنا، فما كناش متخيلين ان احنا شكلنا زي الشياطين. كل واحد فينا كان بيقعد يضحك على التاني لما يشوفه. لما نزلنا عشان نقعد مع الاطفال والنساء هناك ما كانش في ولا امراه معانا، الاطفال كانوا مرعوبين، رجعوا كده وقعدوا يعيطوا، والنساء مؤدبات فقاعدين كده يعني انت جاي تعمل معايا ايه؟ ما انا نساء محافظات يعني. فاحنا ادركنا ان احنا كنا مخطئين وما كانش معانا نساء او شابات. العام اللي بعدين لما رحنا نايجر ومالي وتشاد وليبيا كان 2007، خدنا معانا ثلاث نساء، ثلاث بنات من عندنا. العيال الصغيرين كانوا بيلعبوا على حجرهم ويتنططوا ويحضروهم كانك انت في عيد. واحنا خدنا ايه؟ كرسي لورا. فالمفروض احنا جماعه بقى الفقه والتفسير والشريعه يسمحوا بسفر المراه المسلمه في ظل الشرع. هم اللي يجدوا الحلول، مش يقول لك لا. العادات تختلف. لا. المجتمع دلوقتي هقول لك حاجه، انا لو نزلت دلوقتي كصومالي كرجل ودخلت اي قريه او اي مكان من مكان نزوح اللي هو ثلاث ارباعه نسوان واطفال، النسوان هتاخد خطوه لورا منك وانت صومالي وهي صوماليه. لكن لو اسمك ايه انت؟ ريان. ها؟ ريان. يعني انت كمان باب من ابواب الجنه؟ هنجوزك خلاص. متجوزه. ها؟ متجوزه. عشان باب من ابواب الجنه؟ طيب. المهم حتى الصوماليه عايزه مع الصوماليه تكلمها. فكان امبارح معانا كان اخت اسمها الست الكبيره كان معانا النص اسمها ايه؟ مريم ولا اسمها ايه؟ لا اسمع عندها حاجة ماما ايه؟ اتكلمت ماما امينة. ماما انت كنت هناك صح مش كده؟ ماما امينة اتكلمت على حاجة خاصة لما اصبحت بالغة وحصل لها كذا 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 كذا، ما لقيتش حد يتنظف ازاي نفسها وهي عايشة في ايه؟ ومخيم مخيمات ايه النازحين. دي الحاجات اللي هي زي ما بتقول ايه؟ ان كايند دونيشن او نون فود ايتمز نتكلم عنها. فبالتالي جزء وجود الغرب دلوقتي يعتقد ان عدم وجود المراه ده شيء من اساسيات العمل، يبقى انت العمل عندك مكسور. فاحنا نوازن ما بين حاجتنا للمراه وحاجه الشرع لحمايه المراه لما تعمل في مثل هذه المجتمعات. فدي في اشياء كتير ممكن نحطها. الامر الثالث الخطاب الاعلامي بتاعك، خطاب الاعلام، الصور اللي بتحطها على الفيسبوك والسوشيال ميديا. الامر الرابع او الخامس او السادس او السابع، في مؤسسه بتصنف انت ما تعرفش انها بتصنفك. يعني في حاجه اسمها وورلد تشيك، عارفها زمزم؟ وورلد تشيك او اللي هو تومسون رويتر، عنده 3 مليون مصنفين انهم ارهابيين.
اي حد بيكتب اي حاجه بيوديها له بيحطه كذا بما فيهم انا قبل ما اشيل اسم من هناك. ما كنتش اعرف لان من يوم ما اسمك بيتحط هناك البنك ما بيحولش فلوس. كان مره من المرات عايزين نحول فلوس من كندا لبريطانيا لجمعيه ما، وكان في ثلاثه تحت على ايه على القائمه بتاعه تومسون رويتر. فقلنا لهم فلما مشوا بدا تحويل الاموال لان البنك بيخاف. فهنعرف تومسون رويتر يا شعيب وورلد تشيك عشان كل موظف عندك هنا تعمل عليه تشيك ان هو نضيف ولا مش مستحمي. تستحموا كل يوم انتوا؟ كان سواء النساء ولا الرجال خلي بالك، مش عشان انت عشان واحده ست بقى يعني خلاص، لا انت برضك ممكن تكون مش اسكان. ده دلوقتي اصبح فريضه على كل مؤسسه تعمل في الاماكن دي، حتى اللي بتوظف يبقى عايز سكانينج، لان اللي بيحط القوانين دي مش احنا، في مؤسسات بتتابع، وخاصه المنطقه بتاعتكم هنا منطقه كلها يعني صراعات مسلحه. فممكن يعني ممكن حتى تصبح ريفرنس انت مش عارف هي في السنه بكام، ب 20,000 و 5,000 حاجه زي كده هو، بحيث انك تعمل سكاننج على كده. ولو في اي جمعيه صوماليه عايز تطلع من الناس بتاعتها تعمل لهم خدمه من الخدمات. فكل الحاجات دي يا اخ عمر برضك ولا محمد؟ اخ محمد واخد بالك. كل جمعيه من الجمعيات دي ممكن تستفيد كخدمه من ايه؟ من زمزم كمؤسسه كبيره، انها تكشف لهم عن الناس اللي عندها، تقول لهم شوفوا والله الناس دي كذا، الناس دي كذا، الناس دي كذا. ففي كل الوسائل دي موجوده متاحه، لكن اهم شيء التواصل والانفتاح وبناء الشراكات ودخول مؤسسات الامم المتحده، واذا كنتوا هنا او لو كنت في اوروبا الاتحاد الاوروبي. اتصال بالسفارات اللي كان موجود اهو، بدا السفارات تفتح هنا اهو، امريكيه فتحت، البريطانيه فتحت ولا لسه؟ فتحت في حالا، مش مشكله في حالا يعني منطقه معزوله يعني. بس نتصل. الله العظيم يلا انا بقول لك اتصل، اذا ما تتصل هي تتصل، لا مشكله لا، المهم نتصل بس. والامريكان والسويديين والنرويجيين والحاجات دي كلها تمام خلاص نتصل بيهم في المنطقه الخضراء هناك اللي هي في المطار مش كده؟ نعم كلنا في المنطقه الخضراء. نعم تفضل. الوقت خلص ولا لسه يا اخ شعيب؟ احنا ممكن نصلي المغرب مع الظهر. في فتوى جديده برضك مش انا من المفتيين يا عم؟ انا مفتي جديد، انا مفتي بقى، انا مفتي مالك انت عقلنا الدنيا ده ولا ايه؟ اتفضل. يعني تسمك ايه؟ محمد. محمد محمد الف محمد ب. نعم اتفضل. دكتور اولا اشكرك بكلمتك المؤثره حول العمل الانساني. أود أن أسألك سؤالين حول التحديات. الآن تحدثت عن التحدي العالمي الذي يواجه العمل الإنساني. بخبرتك المديدة الممتدة حول العمل الإنساني، هل هناك تحديات أخرى تعوق العمل الإنساني على الصعيد العالمي؟ وهل هناك يعني تحديات أساسية تواجه العمل الإنساني على صعيد الصومالي؟ طيب تحديات كثيرة، أحد التحديات كان بيتكلم عنها أخونا محمد اللي هو بيتكلم عنه اللي هو الإرهاب نفسه، الحرب على الإرهاب والإسلاموفوبيا، ده أكبر تحدي، ده سواء كان داخلي أو خارجي في الصومال أو غير الصومال. دي نمرة واحد. الأمر الثاني التحدي المهم جدا اللي هي الكفاءات البشرية اللي عندنا، احنا ضعاف جدا في الكفاءات البشرية، ضعاف. العمل الخيري مش عمل هبلولي كده اي حد يقوم بيه، مش عملتنا اشيل بس شنطه واديها للناس وارجع، لا. العمل الخيري اصبح فيه مهنه، اصبح حرفه، اصبح رساله، اصبح مهمه، اصبح يؤثر على المجتمع، بيبني مجتمعات، بيبني السلام. انتوا عندكم حاجه اسمها كده بناء السلام مش كده الى اخره. اصبح حاجه اسمها بتسميها اللي هي دلوقتي سايكو سوشيال سبورت، اللي هو العمل الـ النفسي مع الاطفال ومع النساء الى اخره الى اخره، ما كانش موجود زمان قبل كده. فاعتبر ان العمل اهم شيء تحدي في العمل الانساني اللي بنتكلم فيه، هذا العمل الانساني اللي هو معرفه ما هو العمل الانساني، معرفه ما هي المعايير الانسانيه. المعايير الانسانيه بردك اللي حطوها الايه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، صح؟ موجود معايير نتبعها، بناء الكفاءات اللي عندنا، واخد بالك، اللي هو التحديات الاخرى اللي بنتكلم عنها، العرقيات اللي موجوده عندنا
والصومال بسم الله ما شاء الله مليانة قبائل ومليانة عرقيات، اللي هو الثقافات المذهبية المختلفة تتحدي، شيعة سنة، بعدين جماعة إسلامية إخوان صوفي، بعدين صوفي ألف ولا ب ولا جيم، بعدين جماعة إسلامية ألف ولا ب ولا سلفي إلى آخره. دي كلها تحديات. تجد في بعض الجماعات ملتزمة بالشيخ ده أو الشيخ ده أو الشيخ ده، غلط، لأن يعني لا الفلوس فلوسك ولا فلوس الشيخ، ده تحدي آخر. التحدي الثاني برضك كيف نتعامل مع المجتمع الدولي، كيف نفهم خطاب المجتمع الدولي. التحدي الآخر كيف نخرج رسالتنا تصبح إنسانية ما تصبحش عاطفية فقط، يعني رسالة عاطفية شيء جزاكم الله خير، لكن دون إنسانية لا يخشى منها من يراها اللي بيكتب عنك تقارير. التحدي الآخر كيف نتواصل مع الحكومة بتاعتنا الصومال، نقوي من عزيمتها عشان نبني المجتمعات، لأن في النهاية لو احنا ما ساعدناش الحكومة، الحكومة ما ساعدناش الصومال، هتطب تاني، دي أرض احنا واقفين عليها، صح؟ التحدي في البناء الداخلي في المؤسسة، وده في كل المؤسسات سواء كان في الصومال أو في خارج الصومال، والهيكلية المؤسسية والتبعية لشخصية كاريزمية هي اللي أسست المؤسسة. يعني في حاجة اسمها مسمي ايه؟ متلازمة المؤسس، لا ايه؟ فاوندر سندروم. يعني المؤسس ده بيقول لك يعني من القبر الايه؟ من الايه؟ من المهدي للحد، مش كده؟ ما ينفعش، لابد يكون في تتابع في القيادات. التحدي الثاني اللي هو بناء قيادات الشباب داخل المؤسسة عشان في توالي. انا وانا في المؤسسة اخونا محمد ولا اخونا عبد القادر ولا اخونا شعيب، لابد 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 يربوا شباب يستطيعوا ان يتعلموا منهم وهم موجودين في الاوفيس بتاعهم، مش بعد ما يخرجوا يعلموا الناس. لابد يكون ليا فترة اسبوعية ان انا اقعد انقل خبرتي للاخرين. انت الخبرة بتاعتك مش ملكك، الخبرة بتاعتك اللي عملها مال الفقراء والمساكين، فعليك فرض عين ان انت تعلم بيها المجتمع وتعلم بيها الشباب، عليك ده فرض عين، لان اللي علمك مال الفقير، اللي كبرك مال الفقير، اللي خلاك تبقى حيثية في المجتمع مال الفقير، فعلي ان ارجع الخبرة والعلم للمجتمع عشان المجتمع يتكامل معي ويطلع قيادات اخرى في المستقبل. من اهم الاشياء اللي عندنا ان احنا لابد ان نبني قيادات المستقبل، لابد لابد لابد، ولابد يكون مجالسنا الإدارية أو مجالس التنفيذية فيها جزء من الشباب عشان نحتضنهم يكبروا، وبعد احنا ما نترك الايه؟ الأماكن بتاعتنا. ودي كلها تحديات كتيرة، الثقافات المجتمعات اللي نتشتغل فيها، لابد نحن نعرف عن ايه الثقافات بتاعت أديانهم عقائدهم قيامهم قبل ما تروح في أي مكان، مش عارف انت المجتمع ده بي 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 بيتعامل ازاي، التركيبات المجتمعيه في كل مجتمع ده بدنا نعرفها. دي تحديات اخرى، اشياء كتيره جدا، لو انت قعدت حد ممكن تلاقي 100 تحدي او اكتر من 100 تحدي، احنا نحددها ونبتدي على كل منطقه نشوف كيف نتعامل معها. بس اهم شيء هو بناء الكوادر، بناء الكوادر، بناء الكوادر. تفضل. حاضر حاضر، احنا بقولنا هنصلي مع المغرب مش كده؟ الفتوى جت من الشيخ هنا، هو الشيخ ده بتاع الفتوى اللي جاي مع الظهر مع المغرب. الشيخ علي. ها؟ اسمه الشيخ علي. الشيخ علي. بسم الله الرحيم، جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة. اسمي محمد يوسف، من محاضرتك يعني القيمة منها فيه بند بيقول هذه تكاتف الجهود لبناء المؤسسات قوية حكومية، كيف نؤثر نحن وكيف يعني نستطيع أن نبني هذه المؤسسات القوية للدولة، ما دورنا نحن وكيف نؤثر وما هي الخطوات التي يجب أو ينبغي أن نتخذها. جزاك الله خير. في الصومال في جمعية كثيرة سجلت، أنا كنا فرصة عمل امبارح، احنا مش عارفين كم جمعية مسجلة في الصومال، وده تحدي أيضا، فعلينا على الأقل نبدأ كمجموعة من الجمعيات الكبيرة اللي عندها رؤية وفهم زي زمزم وخمس أو ست جمعيات، نبتدي نفكر إزاي نحاول نتعاون مع بعض عشان إيه
نبني مؤسسة تستطيع أنها تساعد الجمعيات دي كلها. أصبح في الصومال في وزارة للشؤون الإنسانية، صح؟ كانت أول وزيرة من سنتين كانت الدكتورة مريم، مش كده ولا إيه؟ دلوقتي في حمزة وزير آخر، ما بالك قبلنا أمس. نتواصل معه بس نتواصل برؤية محددة. لو اجتمعت زمزم وعمل اجتماع في الغرفة دي لأكبر 5 أو 6 أو 7 مؤسسات في الصومال، قعدنا مع بعض وفكرنا، فكرنا كلنا كمجموعة من المؤسسات الكبيرة كيف نساعد الصومال في المجال ألف أو ب أو جيم أو دال. ثم التقينا مع الوزارة ونعم دي رؤيتنا، عايزين نتعاون معكم علشان احنا بنتكلم مش عن زمزم أو المنهل أو مش عارف مين أو مين، احنا بنتكلم عن الصومال، والصومال ليس ملك لفصيل أو لمؤسسة أو لحزب، إنما ملك لكل صومالي. فلابد الرؤية تدع هنا أخ شعيب هنا هو يوم أو يومين مع بعض نجمع الجمعيات، كل واحد يطلع ما عنده ونطلع ورقة صغيرة كده، دي استراتيجيتنا في 5 سنين أو 10 سنين، ونقعد مع الحكومة ونبتدي نخطط مع الحكومة ومع أنفسنا إيه اللي احنا نقدر نقوم بيه، ونعمل لنا لوبينج. لوبينج يعني مجموعات ضغط على المجتمع الدولي، ده اللي احنا عايزينه. يعني اللي احنا قلنا مش عايزين مساعدة والسودان وبنجا إلى آخره، مش مساجد، مش أئمة. فأنت نصيحتي ليكي تعملي تيم، والتيم ده يبدأ حاجات صغيرة. لما تحس انك كبري بقى كل شوية كبري عن المشروع لغاية ما عندك ثقة وعندك المصداقية والناس بدأ يدخل فيك في الشارع، تبتدي تعملي جمعية، والجمعية دي تبتدي يكون لها حيثيات مختلفة تشتغل بيها. ده بالنسبة، لكن حذاري انك تخافي انك تفشلي. افشلي يا ستي مش مهم، بس هتنجح بعد كده. انا قلت لك انا حتى ما جيت اتجوز ما اتجوزش من اول مرة، اترفضت. شفت برضك؟ يعني ما تفتكروش برضك لانها نصيب. نصيب. ايه؟ اول مرة ما مشيتش. هخش بقى في الجواز؟ لا انت كنت عندك سؤال انت. ممكن تقريبا سؤال قريب. احنا من المشاكل اللي نواجهها ان اللي في اعمارنا سواء الشباب او المجتمع ما عندهم حماس باللي قاعد نسويه، حتى الوعي مش موجود. فكنا كثير نعاني من ان كيف ممكن هذه القضايا نوصلها للناس، كيف ممكن نجمعهم، كيف ممكن احنا نكون على قلب واحد، لان احنا دائما يا متشتتين او هم اصلا مش متحمسين بالموضوع اللي احنا قاعدين نحكي فيه. طب انت متخيل انت عايزه كم شاب يكون حواليك؟ ما عندي فكره. قولي كم شاب او شابه. هو احس اول شيء المفروض نبتدي بناس ملتزمين غير اصحاب المبادره، مثلا 10 اوكي احس انه مثلا بس ناس ملتزمين دائما يجون. اوكي في ناس بيجون اول مره وهالشيء يصير في ذاك، المشكله انه بعد مرات مثلا اوكي في ناس يجون وايد المره الثانيه ما تشوفهم مره ثانيه، فهمت؟ يعني ما في استمراريه، مشكلة. ما في استدامه. اي شوف انت ما يهمكيش كم واحد يجي، يعني لا يعني اوعي تخافي من العدد القليل، اوعي تخافي من العدد القليل. انتوا يعني ان انا عايزكم تكونوا 4 أو 5 أو 6 بكتير قوي، اللي هم يجمعوا الناس حواليهم. ساعات تبقوا 10، ساعات تبقوا 20، ساعات تبقوا 30 الى اخره. يعني لما اتكلمت معاكم في الاول خالص قلت لكم كانوا شابين، كان الدكتور احسان ربنا يكرمه ان شاء الله، هو موجود في الاردن دلوقتي، وكنت انا في الاول، في اول خالص. وبعدين بعد كده الشباب الصغيرين اللي كانوا في سنكم دول، اقل واقل من سنكم واكبر من سنكم، دول كانوا بيجوا ايه في الايفنتس اللي احنا كنا نعملها، في المبادرات اللي احنا بنعملها. فانت خلي لك كور جروب 4 أو 5، دول اللي هم الايه زي ما بتقول ايه، اما تبني عماره عايزه كام عمود؟ عايزه 10 عواميد، لازم اجيب ال 10 عواميد. عايزه 5 عواميد، لازم اجيب 5 عواميد. حوالين ال 5 عواميد بقى هيكون ساعات في 50 شابه و60 شابه، وتجذبي الشباب تعرفي بايه؟ بانك تعملي ايفنتس، يعني فعاليات، تنظمي فعاليات. مثلا احنا النهارده عايزين ننزل نروح حي من الاحياء في مثلا في صيدا، حي غلبان كده وتعبان وعايزين ننظف الشارع. هتلاقي جالك انتوا مش انتوا 5، هتلاقي جالك من شاب وشابه هيجوا لك عشان ايه؟ عشان الفعاليه دي، عايزين نعمل احتفال، هيجوا لك 100 شاب وشابه وهكذا. لكن انت حافظي على الخمسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صدر الدعوه الاولى في مكه، كم واحد من الصحابه هاجروا معاه بعد 13 سنه من مكه للمدينه؟ كم واحد مشايخ؟ اقل من 100. 73
حاجة أقل يعني، وكم واحد سأهاجر للحبشة أخبار. فشوفوا بعد كم سنة، بعد 13 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربي في مين؟ كان بيربي في المجموعة بتاعتك أنت اللي أنت بتقول عليها دي. خدت منه 13 سنة عشان يطلع ال 50 أو 60 أو 70 أو 80 واحد اللي طرحوا معاه كمهاجرين، اللي هم كانوا يعتبروا ال 70 أو 80 عمود اللي على أساسهم بنيت الأمة الإسلامية كلها. خدت بالك يا أختي؟ خدت بالك؟ أوعي تيأسي. ها هات العصا، هات العصا يا ابني. سؤال. تفضل. هندخل العمق. عمق يا سلام. يعني نحن الآن اليوم السادس سنة في برمنغهام. نعم، أنا حقيقة حاولت أستقري الهوية اللي يعني بنيت عليها الإغاثة الإسلامية. يعني أكيد إنه لكم اتهامات أو كذا. نعم، أنا خلال وجودنا هنا يعني ما شاء الله نجد اختلاف في الأفكار، يعني وفي اختلاف في المذاهب والأديان، في مسلمين غير مسلمين، في مسيح، في من طوائف مختلفة. ما هي الهوية التي تجمع الإغاثة الإسلامية، وكيف تتعاملون مع الاتهامات خاصة من دول خارج؟ هي الهوية هوية إنسانية قيمها إسلامية، واضح؟ يعني أنا دلوقتي بشتغل مع الإنسان، كل إنسان في كل مكان في العالم، فأنا ما يهمنيش يكون عندي ميلي شغال طالما هيقوم بالحرفة بتاعته بكفاءة. يعني أول تعيين الموظفين الغير مسلمين في المؤسسة كان يمكن في آخر الثمانينات أو أول التسعينات، حاجة زي كده يعني. يعني والعملية لسه تحبو ليه في شاب، وكان إيه؟ كان في الاي تي، كان في الاي تي. فلذلك الانفتاح على المجتمع اللي إذا أردت أن تنمو فلابد أن تجعل المجتمع الذي يعيش حولك ينميك ويعطيك فلذات أكباده. إن قوقعت نفسك على نفسك وحسبت أن المجتمع هو أنت وجماعتك ومش عارف حزبك أو مذهبك، فهتبقى أنت مشرنق نفسك في جزء، هتشتغل على مستوى الجزء ده مهما قلت يمين شمال فوق تحت، هيبقى أنت معروف بكده. ده اللي حدث من سنة 1984. لكن في زي ما انت شفت في سيخ، في هندوس، في مسيحيين، في كل الطوائف المسلمين سواء كان الشيعة او سنة او الى اخره، في كل يعني الافكار المسلمة اللي هو من الصوفيين، يعني مثلا عطاء الله صوفي، وبالك انا محسوب على كل الجهات دي كلها، انا صوفي وسلفي وكل الحاجات دي، وبالك الى اخره معايا. فبالتالي اما تنظر لمثل هذه الاشياء في ناس بيتفرجوا عليك من بره. يعني اديكم مثل من الامثله عشان انتوا بتحبوا الامثله معايا، انت ما سالتيش مش هتخرج لما تسالي. المثل ده ايه؟ كنا في 2003 انا قاعد في المكتب، انتوا ما شفتوش، طلعوا فوق الدور فوقاني، كان ليا مكتب فوق، وكان يعني بسم الله ما شاء الله يعني، وقعد كده. فالوزيره جت قالت عايزه ايه؟ اتقابل معاك. جت قالت لي قعدنا بقى كلجنة معاها وبتاع، انا عايز اقعد معاك انت لوحدك. فقلت لهم عن اذنك يا شباب، خرج. فقالت لي في شاب مسكوه في مدينة مانشستر من كام شهر، وكان معاه سلاح في المطار، وقال ان هو متطوع عندكم، البوليس اتصل بيك؟ قلت لها ولا اعرف حاجة. قالت لي يعني مفيش حد كلمك؟ قلت لها ما اعرفش، ولا حد كلمني ولا اي شيء، اي حد بيقول اي حاجة في اي حتة. قالت لي خلاص. طب قالت لي طيب اخر مره انت قابلت سفير من السفره بتوعنا امتى؟ قلت لها لسه من كام شهر في مصر. قالت لي معقوله؟ كان الحادثه دي مثلا بقى 4 اشهر. قلت لها ليه بتسال السؤال ده؟ قالت لي لان لو انت كان عمم عليك او على الاغاثه شيء كان ولا سفير هيقابلك، هيبعت ايميل مباشره ما تقابلهمش، اعتذروا بقى، واحد تعبان، واحد في اجازه، واحد كذا، واحد هكذا تشتغل الدول. راحت ورجعت بعدها بست اشهر وطلبتني، وقعدت معاها في المكتب الى اخره، وقالت لي الحمد لله ما فيش مشكله، نظفنا الملف ده. ده كان المناخ اللي هنتكلم عنه. هذه الفريه ما زالت موجوده خاصه مع نمو يمين المتطرف في اوروبا وامريكا، خاصه مع نمو اللي هو الاسلاموفوبيا، اللي هو لا يرى فيك الا عدو، ولا يرى فيك انجاز، ولا يرى فيك خدمه مجتمعيه، ولا يرى فيك اي شيء جيد، لكن انت عليك انك تتحداهم بما تنجز، وتجعل انجازك
عملي تطبيقي في المجتمع نفسه، سواء كان في التعليم، سواء كان في أي عمل في السياسة، في أي عمل في المجتمع نفسه. والإعلام دلوقتي أصبح شبه مسيس. يمكن بعضكم يقولوا إن الإعلام في بعض الدول العربية والإسلامية مسيس، أنا برضك أصبح شبه مسيس، وفي ناس دفعوا له أموال عشان يطلعوا فلانة وفلانة وفلانة والدولة الفلانية وفلان الفلاني كذا كذا. يعني مثلا أنا بقتهم عشان اسم العيلة، وده معروف يعني على مستوى العالم، يعني الى ان اثبت ان انا متهم. انا لا نثبت العكس، الى انا متهم، الى انا حتى اثبت براءتي. ليه؟ لان جدي الكبير كان من عيلة اسمها عيلة البنا، انا بقول لهم عيلة البنا دي اصلها كلها من ايه، لان المنطقه اللي موجوده في العالم اللي فيها قريه اسمها قريه البنا، البنا، ووادي اسمه وادي بنا هي اليمن. واكيد كل عائلات البنا اللي راحت الكويت وراحت السعوديه وراحت قطر وكذا وكذا طلعوا منين؟ ولبنان وفلسطين، عندكم بنا عندكم بنا عندكم بنا، طالعين من اليمن. يعني واحد من الناس طب ايه المشكله؟ طب ما لو كنت اسمي لو انا اسمي ناصر مثلا، حب انا قريب عبد الناصر ولا سادات؟ حب قريب السادات ولا بيجن؟ حب قريب بيجن ولا اعتذر وزير وزراء خدت بقى. بغض النظر ده في النمو الاسلاموفوبي، بس انت تراعي المعايير الانسانيه. كلموكم في المعايير الانسانيه في الدوره دي، تراعيها الشفافيه والمصداقيه والحياديه وعدم الانحياز الى اخره الى اخره. الامور دي انا بقى عايزكم تعملوا ايه بقى؟ انتوا سالتوني بقى واحد، انت ما سالتيش. انا عايزكم تقولوا هل احنا العمل الانساني ده احنا محتاجين نتخصص فيه، ولا محتاجين نغير مفاهيمه؟ بمعنى انت خدتي معايير انسانيه كتبها ناس جزاهم الله خير، انا عايز اغيرها، عندي ثقافه، عندي قيم، عندي اخلاقيات، احطها. مش هنعرف نحطها الا اذا تكتلنا. اصبح لينا كتل، مش كل واحد يدي التاني ظهره عشان بيجري على قرشين من الدونر. يعني انا اصبح دلوقتي لابد ان انا اراجع ايه قيمه العمل الانساني اللي فيه خيره شباب العالم العربي والاسلامي، بس بياكلوا ويشربوا. فين تغيير فكر؟ فين تمكين المواطن إذا كان في فلسطين أو إذا كان في أفريقيا أو إذا كان في آسيا؟ نمكنه بمعنى إيه؟ نمكنه بالتعليم، نمكنه بالتأهيل، نمكنه بالاقتصاد إلى آخره. مش كل شوية أنا هجيب له رغيف العيش وأجيب له خروف العيد، لا، أنا عايز هو يكون عنده مزرعة يطلع الخروف، هو يكون عنده مزرعة يطلع المحصول، هو يكون عنده مزرعة يطلع منها القطن عشان يعمل من المحصول اللي هو الهدوم اللي إحنا لابسينها دي. أنتوا بقى في العمل الإنساني بتاعكم علينا وعليكم أنتوا بجيل بتاعكم إنكم تمحو كلمة الاعتماد على الآخر، وتبدأوا كلمة التمكين اللي بسموها ريزيلينس. سموها كلمة تخينة كده اسمها ريزيلينس. ريزيلينس يعني ايه؟ هي بالعربي سمود. ايه؟ سمود.